ديما مع بعضنا 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 عسلامة ومرحبا بكم في العدد 31 من المجلة الصوتية ديما مع بعضنا. فقرات عديدة ومتنوعة في انتظاركم تجمع كالعادة بين المتعة والإفادة، وأحنا ماذا بينا تكونوا شاركتوا في مجلتنا باش تدعموا تواصل هالمبادرة، وبإمكانكم زاد المشاركة في تأثيف مختلف الفقرات وقت اللي تبعثوا لنا بمداخلات ما يتجاوزش طولها 4 دقائق على الواتساب 98-6-9-6-4-9-4 مسبوقة ب00216 إذا كنتم من خارج تونس، ومرحبا بكل المساهمات. ومن غير ما نطول عليكم نمروا مباشرة لفقرتنا الأولى وقيد صحة. عسلامتكم ومرحبا بكم في فقرة وقيت صحة. قبل ما نعطي الكلمة للسيدة منية بن عباس الأخصائية في العلاج الطبيعي باش تحكي لنا على أمراض العمود الفقري وكيفية علاجه والتوقي منه، نحب نذكركم بالوقاية من الكوفيد-19، خاصة وأنه لاحظنا في تونس الأيامات هذه أنه الأرقام ما فتئت في ارتفاع. لذلك نأكد عليكم إذا كان خرجتوا أنكم تلبسوا الكمامات لبافيت، أنكم تحافظوا على التباعد الجسدي، تحاولوا قدر الإمكان أنكم ما تمسوش الأشياء الخارجية، ولكن إذا كان مسينا ما ننساوش جيل المعقم من ناحية، وما ننساوش أنه في أقرب فرصة نغسل يدينا بالماء والصابون مليح مليح مليح، نغسل وجوهنا كذلك، نتخلصوا من الثياب اللي كنا لابسينها، نمسحوا ساقينا ونخليوا الحذاء قدام باب الدار، ولكن بربي ما تنساوش أنكم تلبسوا الكمامات، وما تنساوش أن لبس الكمامة أصبح ضروري وأصبح ملزم في الفضاء الخارجي في الأماكن المغلقة، وما تنساوش احترام مسافة الأمان والتباعد الجسدي. وتوا نخليكم مع منيا بن عباس. حلقة اليوم هي تتمة للموضوع السابق واللي حكينا فيه على أمراض الظهر، واللي قلنا للحفاظ على سلامة ظهرنا يلزمنا استقامة الظهر والمحافظة على التقويسات الموجودة فيه والابتعاد على رفع الثقل. في حلقة اليوم باش نحكيو على الممارسات الإيجابية والجيدة اللي تخلينا نحافظوا على سلامة ظهرنا وعلى استقامته. كي نقولوا استقامة الظهر يعني ما نطبسوش وما نقشعوش ظهرنا التالي برشا، وهذايا في الوضعيات الكل، في النوم، في الجلوس، في العمل المنزلي وإلا في العمل خارج المنزل. كنقولوا في النوم كيفاش نجمو نتصرفوا؟ أول شيء لازمنا نرقدوا فوق فرش ولا بنك، نبتعدوا على الرقاد في القاعة، خاطر كي نجيو نقوموا ترسيلنا نعملوا برشا حركات وبرشا تقويس للظهر باش نقفوا. كي نرقدوا فوق فرش ولا بنك يلزم الجرية تكون كومفورتابل، ماهيش يابسة برشا وماهيش محفرة. كي نرقدوا على ظهرنا وإلا على جنبنا ويلزم المخروقة مثنية شوية، كان على ظهرنا نثنيو مخروقتنا وركايبنا ونركزو قاع ساقنا على البلون اللي احنا راقدين عليه، وإلا نستعملو مخدة تحت الركبة، وكان على جنبنا نثنيو المخروقة شوية ونرقدو هكاكا باش نحافظو عليك الحفرة اللي في الظهر في النورم متاعها الطبيعي. كي نجيو نقومو من الفرش ديما ندورو على الجنب اللي الحرف اللي احنا باش نهبطو منه، نركزو بيدنا اللي من فوق على الفرش ونقيمو ظهرنا لين نستويو قاعدين ونهبطو ساقينا من الفرش، وهكيكا نقومو وإحنا ظهرنا مستقيم. كي نجلسو ديما من المحبذ ديما نجلسو على كرسي ولا على بنك، ظهرنا لاصق في الظهر متاع الكرسي ولا متاع الظهر دو تيل فاسون نعملو أنجل دروا معاك الظهر هذيك، يعني تلقانا قاعدين لاصقين في الظهر متاع الكرسي مناش على حرفه مقشوعين التالي. إذا ظهر البنك ولا الكرسي بعيد علينا نستعملو مخدة. في
في العمل المنزلي نستعملوا راكليت يدها طويلة، مسلحة يدها طويلة، نحطوا ستال المسحان فوق كرسي باش يعللنا. كي نتعاملوا مع الوضعيات العليا مثلا يبدأ مرفع عالي ولا جلس تقاطه عاليين، نستعملوا مدرجك صغير نطعو عليه كالسكابو باش نقربو. كي يبدأ حاجات سفلة في القاعة باش نمدوها ولا حاجات واطية برشا نوليو نقعمزو، يعني نهبطو أكروبي. كان ركيبنا في وضعية جيدة معناش قلق فيها، وكان عنا قلق في الركيب نبعدو على التقعميز، نوليو نستعملو تابوري خفيفة تتنقل معانا. كل ما نجيو نمدو حاجة نقعدو عليها ونمدو كل حاجة هذيك بدو تلفاصون باش نستحفظو على العمود الفقري نتاعنا وركيبنا في نفس الوقت. كيف باش نقفو نغسلو ماعون؟ نكبرو القاعدة نتاع الارتكاز، دونك نحلو ساقينا شوية ونشربو كرشنا. وكي مثلا باش نقصو خضرة ولا حاجة نقعدو على طاولة، هكيك نقسمو وقتنا بين الوقفة وبين الاقعاد باش ديما ما نتعبوش العمود الفقري نتاعنا. كيف نطلعو في سيارة نحطو يدنا على القرن نتاع الباب باش نعثروش فيه، واليد الاخرى اللي هي من جانب السيارة نحطوها على الكرسي اللي باش نطلعو فيه في السيارة. نطلعو ساقنا اللي هي من جانب السيارة ونجلسو على الكرسي، ومن بعد نكملو نطلعو ساقنا الاخرى، هكيك ديما في وضعية محافظين فيها على سلامة ظهرنا. ديما في العمل مثلا برشا من ذوي الإعاقة يعملوا مهنة ستاندرديس، دونك ديما في وضعية متاع جلوس، ديما ماذا بين الكرسي يكون كونفورتابل ونقعدوا ديما لاصقين في ظهر الكرسي كما قلت أنجل دروا. وكان الطاولة اللي عليها الماتريال متاع العمل متاعنا واطية نوليو نعليو لاباري اللي نخدموا عليها نعليوها بكتاب بحاجة باش ديما يقعد ظهرنا مستقيم. بالنسبة للأشخاص اللي يخدموا في وضعية متاع وقوف ماذا بيهم ديما في أوقات الراحة يجلسوا، وإلا كان فما إمكانية متاع استلقاء على فرش. كي نروحوا من العمل ماذا بينا نرتاحوا ربع ساعة في الوضعية اللي فسرتها في الأول، يعني بوزيسيون دروبو هذيك، باش نحافظوا على سلامة ظهرنا ونجددوا الطاقة متاعنا ونرتحوا الميسكول متاعنا. ديما هزان الثقيل ماذا بينا منهزوش، لو اضطرينا نقسموا الشارج على برشا مرات وإلا نقسموها احنا وشخص آخر يهزها معنا. نستعملوا لي شاريو مثلا الهزان الثقل ونستعملوا البوسات لصغارنا، هذا الكل راهو نجموا نرتحوا بعضنا. كيف العائلة تتقاسم العمل مع بعضها، رجل ومرأة يتقاسموا العمل مع بعضهم، الأبناء نشاركوهم ونعلموهم النظام كيفاش يرتبوا أدواتهم كيفاش يرتبوا فروشاتهم. الرياضة المحبذة هو المشي بالطبيعة مش على تيران أكسيدونتي ما تبداش ثنية محفرة، والسباحة اللي هي محبذة جدا كرياضة واللي هي يلزم تكون سباحة على الظهر باش ما نعمقوش الحفرة متاع الظهر. هذا بالنسبة بعض النصائح اللي قدمتها ندخلوها في عاداتنا وفي ممارساتنا اليومية. نعرف اللي هي مش بالسهل باش تدخل، لكن كل مرة ندخلوا حاجة في حياتنا ونركزوا قبل ما نعملوش كل عمل الأوتوماتيزم، ما نبدوش ديريكت ما ندخلوا في العمل، ركزوا قبل ما نقوموا بالحركات، تون شوية شوية بالتطبيق تدخل في عاداتنا، وهكي كنحافظوا على سلامة ظهرنا. في الحلقات الجاية إن شاء الله باش نتعداو لممارسة بعض الرياضة مع بعضنا اللي هي باش تخلينا نوجدو عضلات في وضعية جيدة. إن شاء الله ديما لاباس، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. معلومة لايت. مرحبا بكم من جديد في معلومة لايت. معلومة لايت لليوم اللي اخترنا باش نقفوا فيها عن تعيين الدكتور وليد الزيدي وزير للثقافة بتونس، وكذلك باش نحكيو لكم على حديقة الحواس الخمس في كوب فغي بالقرب من متحف لوي براي. تابع العديد من جميع أنحاء العالم وكذلك من تونس بشغف كبير خبر تعيين الدكتور وليد الزيدي وزير للثقافة. وللتذكير فإنه الدكتور وليد الزيدي متحصل على الدكتوراه في اللغة والأداب العربية في اختصاص البلاغة ويبلغ من العمر 34 سنة. وبدأت المقارنة مع الدكتور طه حسين من مصر اللي عمل ثورة كبيرة وقت اللي أقر مجانية التعليم وأصبح وزير للتربية وعمره 61 عام.
الآن، وبذلك يكون توليه الوزارة تتويج لمسيرة كاملة وخبرة وتراكمات حصلت مكنته من بلورة مشروع مجتمعي كامل، بينما ما زال الدكتور وليد الزيدي في مقتبل العمر. وبعيداً عن إصدار الأحكام بالنجاح أو الفشل، يبقى المهم في كل هذا كسر الصور النمطية للأشخاص ذوي إعاقة وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة والحياة السياسية، حتى لا يقتصر حضور الأشخاص ذوي إعاقة على ديكور تستعرض فيه قصص النجاح والتحديات دون المرور إلى الفعل السياسي والمشاركة الفعلية في الحياة العامة. وهكا نكرسوا صورة مجتمع يقبل الاختلاف ويؤمن بتكافؤ الفرص، وفي ذلك أيضا رسالة كبيرة للأجيال القادمة. وهالمراتب العلمية المتقدمة اللي وصلوا لها الأشخاص ذوي إعاقة بصرية يرجع فيها فضل كبير لاختراع كتابة البراي. تولد لوي بغاي في قرية كوفخي في فرنسا في 4 جانفي 1809، وهو في سن 3 سنوات فقد البصر، لكن هذا ما منعوش من الالتحاق بالمدرسة في سن 10، وين ملقى طريقة كتابة ما عجبتوش وسعى لتطويرها، خاصة بعد ما تعرف على طريقة الرموز اللي يستعملها العسكري شارل باربيي واللي ألهمته لاعتماد كتابة البراي اللي وقع تطويرها أيضاً للحساب وقراءة السلم الموسيقي. والقالوي براي معارضة شديدة للكتابة نتاعو اللي لم تجد نوع من الاعتراف إلا وهو في آخر سنواته قبل ما يتوفى في 6 جانفي 1852 بمرض السل. وبعد تقريباً 30 سنة أصبحت كتابة البراي موجودة في جميع أنحاء العالم، وقع تطويرها وما زالت تعتمد إلى اليوم. واعترافاً بالجميل اللي قدمه لوي براي للإنسانية جمعة، وقع تحويل رفاته إلى بانتيون في باريس أين يرقد العظماء، وقع كذلك تحويل المنزل متاعه إلى متحف ممكن للزائر أو الزائرة أن يتعرفوا فيه على مختلف مراحل حياة لوي براي. ومؤخراً وقع تدشين حديقة الحواس الخمس بالقرب من متحف لوي براي، وهي عبارة عن نفق مظلم يجمع مئات الأعشاب والأزهار اللي ممكن للأشخاص أن يتعرفوا عليها من خلال روائحها المختلفة أو من خلال اللمس. كذلك بإمكانهم الاستمتاع بصوت المياه وأوراق الأشجار. وصممت الحديقة في شكل دائري ونصف دائري، وفي ذلك إشارة للنقاط اللي وقع اعتمادها لكتابة البراي. وبالرغم من كل الصعوبات الصحية والمعارضة الشديدة اللي لقاها لوي براي في حياته، إلا أنه تمسك بأهمية الاختراع متاعه وتوفى بعيد عن الشهرة النجومية والمكاسب المادية، لكن أعطى للإنسانية جمعة كتابة طورت وأحدثت ثورة في تعليم المكفوفين. وهذا ما يخلينا نتذكر المثل متاع الدعاجي اللي قال عاش يتمنى في عنبة ومات جابوله عنقود، ما يصعد فنان الغلبة إلا من تحت الحود. سلامتكم ومرحبا بكم في الحلقة 31 من ديما مع بعضنا، وفي فقرة أعرف حقك اليوم باش نواصلوا تقديم أبواب مجلة الأحوال الشخصية التونسية. في المرات الفايتة كنا قدمنا باب الزواج، كذلك باب أحكام الطلاق، واليوم إن شاء الله باش نحكيوا على الباب الخاص بالنفقة. طبقا للفصل 50 تعرف النفقة على أنها تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتعليم وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة، أسباب أو ما يلزم بالنفقة. طبقا للفصل 37 من مجلة أحوال الشخصية، أسباب النفقة هي إما الزوجية يعني الزواج أو القرابة أو الإلزام. إذن
ما هي أحكام من تجب لهم النفقة بموجب الزوجية؟ نلقاو أن الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية في باب الخاص بالزواج كان صرح أنه على الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة والأبناء على قدر حاله وحالهم في نطاق مشمولات النفقة، وعلى الزوجة أن تساهم في الإنفاق على الأسرة إن كان لها مال. يعني أنه الزوج ملزم على الإنفاق بصفته رئيس العائلة، ولكن الزوجة كذلك ملزمة بالإنفاق إذا كان لها مال. في الفصل 38 من باب النفقة كان أيضا صرح بأنه على الزوج واجب النفقة على زوجته المدخول بها وعلى مفارقته مدة عدتها، وذلك طبعا أثناء مدة قضية الطلاق أو في العدة بعد الطلاق اللي هي شهرين وعشرة أيام. وأحكام العدة إن شاء الله تنشوفوها في حلقات قادمة. أما الفصل 39 من مجلة الأحوال الشخصية تقر بأنه لا يلزم الزوج بالنفقة إذا أعسر، إلا أن الحاكم يتلوم له بشهرين، فإن عجز بعد إتمامهما عن الإنفاق طلقت عليه زوجته، وإذا كانت الزوجة عالمة بعسره حين العقد فلا حق لها في طلب الطلاق. يعني أنه الزوج إذا كان أصبح غير قادر على الإنفاق فيمكن للزوجة أن ترفع قضية في الطلاق للضرر وأن تطلق منه، ولكن إذا كانت تعرف أنه عاطل عن العمل وأنه ما عندوش مدخول فبالتالي ما يكونهاش أن تطلب الطلاق لعدم الإنفاق. وهذاك علاش مهم أنه الإنسان قبل ما يتزوج يكون عارف ظروف الإنسان اللي باش يرتبط به، وبالتالي إذا كان قبلنا بالأمر فممكنش بعد أنه نطلب منه الإنفاق. أما الفصل 40 فإذا غاب الزوج عن زوجته ولم يكن له مال ولم يترك لها نفقة ولم يقم أحد بالإنفاق عليها حال غيابه، ضرب له الحاكم أجلا مدته شهر عسى أن يظهر ثم طلق عليه بعد ثبوت ما سلف وحلف المرأة على ذلك. يعني زوج إذا كان يغيب على زوجته وما ينفقش عليها فيمكن أنها ترفع قضية في الطلاق ويعطيه أجل شهر، إذا كان ما ظهرش فيه الزوج فيقع الطلاق للضرر. أما الفصل 42 فأنه يقر بأنه النفقة ما تسقطش بمضي المدة وتبقى عالقة بذمة الزوج. هذا فيما يتعلق بالزواج، يمكن نستخلصوه من المواد اللي ذكرناها، أنه نفقة الزوجة تكون على الزوج إن لم يكن لها مال، ويمكنها أنها تطالبه به وتقدم قضية في إهمال عيال إن قصر في ذلك. شكون اللي تلزم نفقة بموجب القرابة؟ نلقاو الفصل 43 واللي تم تنقيحه سنة 1993 من مجلة أحوال الشخصية يقول أن المستحق للنفقة بالقرابة صنفان: الأبوان والأصول من جهة الأب وإن علوا، ومن جهة الأم في حدود الطبقة الأولى، ثم الأولاد وإن سفلوا. يعني اللي يحق لهم النفقة عن الأبوين والأصول من جهة الأب وإن علوا، يعني جد وجد الجد، أما من جهة الأم فهم في حدود الطبقة الأولى، يعني الأم والأب. أما الفصل 44 فيجب على الأولاد الموسورين ذكورا أو إناثا الإنفاق على من كان فقيرا من الأبوين ومن أصول الأب وإن علوا ومن أصول الأم في حدود الطبقة الأولى، أي أن كل من الأب والأم الفقيرين يستحق إنفاق أولاده ميسوري الحال. إذا كان فقيرا سواء كان الأبناء ذكور وإناث، وهنا ما يميزش القانون بين الأولاد والبنات في علاقة بالميراث، ولكن هما مجبورين بالإنفاق على الأب أو الأم وعلى الجد والجدة إذا كانوا ميسوري الحال. ومن جهة أخرى يستحق الجدود من جهة الأب بدون حد، مش معناها بدون حد، معناها الجد جد الجد وإلى آخره، بينما القانون يحدد من جهة الأم في حدود الطبقة الأولى، يعني إنفاق الأحفاد عليهم إن كانوا فقراء وكان الأحفاد طبعا ميسوري الحال. نتوقف في هذا الحد
بالنسبة لحلقة اليوم من أعرف حقك، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نكمل مع الباب الرابع والمتعلق بالنفقة بعلاقة بنفقة الأبناء وكذلك صندوق النفقة. لمزيد من المعلومات يمكنكم تطلعوا على موقع ورقتي التابعة لمركز المرأة العربي للتدريب والبحوث كوثر www.wrcati.org. وكيف ما في كل مرة نقولكم أعرفوا حقكم واستعملوا. بسلامة وفي الأمان. Minitech. Minitech. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بالجميع جمال الأخوة والأخوات متتبعي مجلتنا الصوتية ديما مع بعضنا في عددها 31. في فقرة ميني تيك اليوم كما وعدناكم باش نواصلوا استعراض أهم إعدادات الفويس أكسس. فلنتوكل على الله، نتوجه مباشرة إلى البارامتر، نقوم بالدخول بضغطتين، ثم الاكسسيبيليتي، ثم نتحرك حتى نستمع اكسسيبيليتي. فوالا هذه الاكسسيبيليتي، ندخل اكسسيبيليتي ونتحرك من اليسار الى اليمين حتى نستمع الى سيرفيس انستالي. سيرفيس انستالي تول باك سي سيرفيس، نقوم بالدخول سيرفيس انستالي، ثم نبحث على الفويس اكسس. تول باك ديزاكتيفي فويس اكسس ديزاكتيفي، كما تسمعوا فويس اكسس ديزاكتيفي، نقوم بالدخول Voice ثم نتحرك من اليسار إلى اليمين حتى نستمع إلى Parameter. نقوم بالدخول Parameter Voice Access. وهذه الواجهة الأساسية لنافذة إعدادات Voice Access. نتحرك من اليسار إلى اليمين لكي نرى الخيارات الموجودة بالإعدادات ونقوم بضبطها معا. Afficher toutes les commandes vocales. نقوم بالدخول ونستعرض معا. الآن نتحرك لنرى لي كوموند فوكال اللي نجم نستعملهم مع الفويس اكسس. Naviguer vers le haut bouton. Fonctionnalité de base et navigation. Utiliser les commandes vocales dans n'importe quel écran. نقوم بالدخول على سبيل المثال هذا الخيار. Fonctionnalité de base. Général ouvrir. Application. Démarrer n'importe quelle application. Par exemple, ouvrir Gmail, revenir en arrière, accéder à l'écran précédent, retourner à l'écran d'accueil, accéder à l'écran d'accueil, notification, ouvrir le volet de notification, réglage rapide, ouvrir le panneau de configuration rapide, application récente, ouvrir une liste des applications et des onglets Chrome utilisés récemment, cacher le clavier, masquer le clavier visible à l'écran, montrer le clavier, paramètres, monter le son, baisser le son, couper le volume, remettre le volume, activer le Wi-Fi, désactiver le Wi-Fi, activer le Bluetooth, désactiver le Bluetooth, éteindre l'appareil. C'est à la سبيل المثال بعض الأمثلة على الأشياء التي يمكننا القيام بها مع الفويس أكسس. الآن نبدأ في إعداد التطبيق. نعود إلى الخلف مرتين. Paramètres Voice Access. Ouvrir le tutoriel. يمكننا بدء التجربة بالضغط على Ouvrir le tutoriel. وقتها بشعتينا درس تعليمي تطبيقي بنصائح الاستعمال. نقوم بالتحرك من اليسار إلى اليمين. Bouton d'activation. Afficher un bouton pour démarrer Voice Access depuis n'importe quel écran. هذا هو بوتون d'activation. نقوم بالضغط عليه. Activer commutateur activé. ليصبح مفعل. ثم نتحرك. Config touche activation. Configurer une touche physique. Un bouton bascule pour contrôler le démarrage et l'arrêt de Voice Access. الخيار هذا يمكننا من اختيار une touche physique، يعني زر من أزرار الهاتف، سواء كان البوتون هوم يعني البوتون اللي موجود على الإكران اللي نخرج به، وإلا زر من أزرار خفض ورفع الصوت، وإلا غلق الشاشة، يعني زر موجود في الهاتف وليس في شاشة اللمس. نقوم بالتحرك مرة أخرى. Expiration après silence. Arrêter Voice Access après 30 secondes si aucune parole n'est détectée. Activer commutateur activé. نبقاو ساكتين أكثر من 30 ثانية يقوم بإيقاف الفويس أكسس، نخليها ديزاكتيفي وإلا نجمو نعملها أكتيفي لتصبح هذه الخاصية مفعلة. Activer sur écran vert. Activer Voice Access lorsque l'écran s'allume et que l'écran de verrouillage est visible. الخيار هذا يمكننا من فتح الفويس أكسس حتى على شاشة قفل الهاتف. Activer commutateur activé. ضغطنا عليه صار مفعلا. Activer pour appels entrants. Activer Voice Access lors des appels téléphoniques. هذا Activer lors des appels entrants. كي يجيك أبل أنت مباشرة تقول Répondre، سيقوم بالرد على المكالمة، أو نقول Refuser ليقوم بإلغائها. Activer commutateur activé. Garder pendant les appels. Ne pas désactiver Voice Access pendant les appels téléphoniques. يعني pendant un appel يمكننا إلغاء الهاتف، mettre en attente أو fin d'appel، وسيقوم بالأمر الذي أعطيناه إياه. Désactiver commutateur désactivé. نقوم بالضغط لتصبح مفعلة. Activer commutateur activé.
Voilà, صارت مفعلة. Annuler ou toucher arrêter voice access au toucher de l'écran. هذا الخيار لازم نركزوا فيه بالكدا annuler ou toucher اسمه. Annuler ou toucher arrêter voice access au toucher de l'écran. Activer commutateur activé. كي نفعلوا الفويس اكسس ما عادش نجمو نستعملوا الاكران باللمس فقط نستعملوها بالفويس اكسس تفعيله او الغائه كما انا تو مفعله ديجا. Afficher clavier à l'arrêt afficher le clavier lorsqu'un champ de texte est sélectionné et que voice access est arrêté. الخيار هذايا في مربعات الكتابه بصفه عامه يمكننا من الكتابه بانفسنا او بالكتابه عن طريق الفويس اكسس. Afficher les bordures afficher des bordures autour de tout élément sur lequel vous pouvez agir. باش يعطيني les éléments numéro معناها كي تبدا في قائمه فالعود باش تسمي الاسم الحاجه اللي موجوده في القائمه تسمي الرقم نتاعها الرقم التسلسلي مثلا 6 5 4 حسب تواجدها في القائمه خليوها ديزاكتيفي خاطر هذه تساعد سورتو الاشخاص المبصرين ولا لي مالفويون علاش خاطر انا المره اللي فاتت حكيت في الانترو تاع الابليكاسيون هذه انها ماهيش ديستيني اسونسيالمون لي مالفويون فقط ديستيني لدوتر اونديكاب اللي منجموش يستعملوا ايديهم اللي عندهم ترومبلومون كيما حكينا المره اللي فاتت. Opacité de l'élément affiché en superposition moyenne. الخيار هذايا يخلي الفويس اكسس يمشي اون اريير بلان مع تو لي ابليكاسيون بما فيهم اليوتيوب عند مشاهده الفيديوهات مثلا. Commentaire textuel afficher les commandes vocales reconnues et les erreurs sous forme de texte en haut de l'écran. يعطيك هيستوريك نتاع الانتراكسيون التعامل نتاعك مع الفويس اكسس في اعلى الشاشه. Autres options. Autre option, نقوم بالدخول. Autres options. Autres options. Ouvrir l'assistant de config. Lancer la configuration de voice access. Ouvrir l'assistant de configuration. هذا اللي بيجي يجينا في أول مرة نفتحوا فيها voice access. ثم. Numérotation. Numéroter tous les éléments affichés à l'écran. Numéroter tous les éléments affichés à l'écran. Numéroter tous les éléments affichés à l'écran coché. Numéroter uniquement les éléments sans libellé non coché. On a numéroter seulement les éléments sans libellé. Voilà, هكا نكونوا أتممنا إعدادات الفويس أكسس وكيفية التعامل معه سهلة نرجعوا رتور باش نخرجوا من نافذة الإعدادات Voice Access Désactivé Interrupteur هذه Voice Access Désactivé نقوم بتفعيلها Accessibilité نضغط على Autorisé Autorisé Bouton وهكذا ستصبح الأوامر الصوتية شغالة إن شاء الله الأستوس هذه فادتكم وإن شاء الله تنال إعجابكم ونتقابلوا إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الجمعة في موعدنا العادي على الساعة 5 مساء إلى اللقاء باي باي في لمن وبنهاية فقرة ميني تيك نكون وصلنا لنهاية العدد 31 من المجلة الصوتية ديما مع بعضنا نذكركم بأهمية الاشتراك وكذلك إرسال المشاركات على الواتساب 98-696-494 مع أطيب تمنيات فريق الأعداد هادية بالحاج يوسف من مركز كوثر حاتم العكرمي في الإشراف التقني ومحدثتكم بسمة السوسي من جمعية إبصار إلى اللقاء يوم الجمعة